Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلقوا. اليوم باش نطلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو الفرق ما بين الفصي الدماغ الايمن والايسر. دماغ الانسان يتكون من جزئين يتسموا الفصي الايمن والفصي الايسر. باللغه الفرنسيه نحكيوا على اميسفير غوش واميسفير دوا، وكل فصي دماغي عنده الوظائف الخاصه به. مثلا نبداو بوظائف فصي الدماغ الايسر اللي هو يتلهى باللغه والكلام والكتابه والفصاحه والمنطق والرياضه والحساب والأرقام والتفكير في الأسباب العقلانية والتكرار، وهو زاد المتحكم في الجزء الأيمن الجسد متاعنا. يعني بمعنى أشمل، فصي الدماغ الأيسر هو المسؤول عن التفكير المادي والمنطقي، يعني كل حاجة فيها مبدأ. ومن وظائف فصي الدماغ الأيمن هو المسؤول بدرجة أولى عن الجانب التفكيري الفني الحسي، كيف مثلا الأشكال والألوان والصور والغناء والخيال والإحساس والعاطفة والتمني وأحلام اليقظة وكل حاجة لا منطقية، وهو زادة اللي يتحكم في الجزء الأيسر للجسم متاعنا. وغالبا والمعروف به نحن كي نحكيه على فصي الدماغ الأيسر نحكيه على الجانب المنطقي متاعنا، وكي نحكيه على فصي الأيمن نحكيه على الجانب العاطفي. وبهكا نخليكم مع موجة الحياة فهم الموجات الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.